من فترة كنت قاعد مع صحابي وطرح سؤال: ايه اكتر وقت تحب تعيش فيه؟ لما فكرت لقيت ان اكتر وقت هكون مبسوط فيه وحاسس بامان ان اكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شوية تفكير صغيرين لقيت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مصدر للامان لينا في اي وقت وفي اي زمان. شكرا يا سيدنا النبي ان حضرتك على طول دايما معانا. لما بنحب نلبس كويس بنلاقي حضرتك بتقول لنا: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. البسوا كويس بس وانتوا عارفين إن دي نعمة ربنا. لما بتقابلنا فتن في الحياة بنلاقي حضرتك سيدنا النبي بتقول لنا: 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. لما نحب نرتبط أو نتجوز نلاقي حضرتك سيدنا النبي بتقول لنا: 3 حق على الله أن يعينهم، منهم الناجح يريد العفاف. لما بنشتاق ليك يا سيدنا النبي بنلاقي حضرتك اشتقت لينا وقلت للصحابة: اشتقت إلى إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. لما بنخاف يا سيدنا النبي ما نبقاش معاك في الآخرة بنلاقي حضرتك قلت للصحابي: أنت مع من أحببت، وقلت لنا: أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا. خلي أخلاقكم كويسة وإن شاء الله تبقوا معايا. لو هوصل رسالة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى رسالة اعتذار: آسف يا سيدنا النبي إني ساعات بنسى توجيهات حضرتك وبوصل لحال حضرتك ما تحبش تشوفني فيه رغم ان حضرتك عملت كل حاجة عشان. اللهم اسقنا من يد حبيبنا النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.